أقول له شو إلى الفيفا في يعني كامل ما زال هو مصر حسب المصادر التي تستند إليها على الحصول على كامل مستحقاته. نعم على كامل مستحقاته. هاك وليدي تحية استجابة بالماضي ونعم الرجال. السيد بغي يخدم معهم المعقول بدو كيطرنحوا عليه، قال لهم عطوني 6 شهور وخمشي بحالي، الله يسامح في عام ونص، خلصوني في 6 شهور ومشي بحالي، لا والو نعطيوك 10 شهور، تعطيوني 10 شهور يجمع بالي السوزاد بحاله. قال لهم لكن انتوا رجال فسخوا العقد من جهه واحده وجيبوا مدرب جديد. عرفتي الا مشاو يديروا هذه الخطوه هذه؟ هذا والد مصدي يكمل لهم البقيه مره، بالماضي يمشي يحط الشكايه ديالو في الفيفا وعيدي فلوسه كامله ديال العامين كامله، 7,300,000 دولار زائد الاتحاد الجزائري غادي يخلص المصاريف ديال المحامي ديال طلعوا الهبوط وديال الفيفا كامله، وعاد من المفروض ان الفيفا تنزل عليهم بعقوبه لانهم سنوا مع مدرب جديد وهما مازال ما فسخوش العقد مع المدرب القديم. هذا ولد مصدي نهار اللي جا قال لك هذا هو الذي سوف يطيح بفوز القجع، انقلبت موازين القوى سوف ما عرفش يفسخ العقد مع المدرب. يا ودي الله يطيح القجع يا مدرب يفسخ مع العقد مصوت وادين ما عرفتيش. السيد بغى يخدم معك المعقول طيح 6 شهور وخلي يمشي بحال، سامح لك في عام ونص الا نعطيوك 2 شهور، يلا سير بوس ليه يديه ورجليه دابا بغى يفسخ معك العقد. عطاهم 8 ايام فلوسي كامله توصلني عامين ديالي اولا الفيفا بيناتنا، وما عنش الاتحاد الجزائري يفسخ العقد من جهه واحده لانه ما محدد معاه حتى شي هدف، ساني معاه كونطرا مفتوحه، مازال كانوا دايرين معاه نصف نهائي كاس افريقيا وما وصلوش من حقهم يفسخوا العقد، انت ما محددش معاه حتى شي هدف، يعني حط للسيد 7,300,000 دولار، يلا هاللي تحيد فوزي القجع، يلا بين لي، وهذا الشيء بالدليل، خليكم مع الفيديو كيف العاده ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. الجزائر كانت خارج الاطار في هذه المنافسه منذ الدور الاول دور المجموعات. اليوم تقارير إعلامية كثيرة تتحدث عن الأزمة بين جمال بلماضي والاتحادية الجزائري لكرة القدم. موقع وين وين الرياضي قال بأن المدرب جمال بلماضي فاجأ الاتحاد الجزائري برد صادم وأن الطرفين في طريق مسدود للحوار، بل طالب جمال بلماضي بكل مستحقاته وأمهل الفاف برئاسة وليد صادي 8 أيام. كثير من الأخبار تم تناقلها استنادا إلى هذا الموضوع الصادر في موقع وين وين، وحتى نأخذ المعلومة من مصدرها معايا كاتب المقال الزميل الصحفي صالح بو ترعيشات للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع. صالح مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور أستاذ خالد بن عمار، ومساء الخير المشاهدين الكرام. طيب صالح أنا أعطيت شوية برك ملامح من الخبر الذي نشرته اليوم أنت في موقع وين وين، هل ممكن تطلعنا على مزيد من التفاصيل؟ هو عموما يعني بعد إقصاء المنتخب الوطني الجزائري من كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، يعني كان يعني التوجه العام يعني يقول بأنه المدرب جمال بلماضي سوف يستقيل من منصبه بعد الإخفاق الثالث على التوالي، يعني بعد إقصاء المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا 2021 وفشله في التأهل إلى كأس العالم، بالإضافة إلى إخفائه من دور مجموعات يعني الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار. ولكن يعني حدث ما لم يكن يعني في الحسبان، رغم أن وليد فاضي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان يعني أصدر تغريدة عبر حسابه يعني الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إكس أو تويتر سابقا، قال فيه بأنه توصل اتفاق ودي مع المدرب بلماضي من أجل فسخ عقده مع المنتخب الوطني الجزائري، ولكن يعني الأحداث يعني بعد ذلك تسارعت، وبعد عودة بعثة المنتخب الوطني الجزائري إلى أرض الوطن مساعدو بلماضي وافقوا يعني على فسخ عقودهم بالتراضي مقابل الحصول على تعويض راتب شهرين، فيما أن المدرب جمال بلماضي لم يوافق على فسخ العقد مثل ما اتفق يعني مثل ما اعلن عنه يعني الرئيس وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم في اول الامر بان الطرفين اتفقا على فسخ العقد وديا. الان اصبحت يعني هناك مشكله، المدرب جمال بلماضي رجع الى مقر اقامته في العاصمه القطريه الدوحه دون توصل اتفاق رسمي ونهائي مع الاتحاد الجزائري لكره القدم حول فسخ العقد. وفي نفس الوقت الاتحاد الجزائري نشر يوم 30 جانفي بيان رسمي قال فيه بأن عهد المدرب جمال بلماضي مع
المنتخب الجزائري قد ولى وبأنه سيبحث يعني عن التعاقد مع مدرب جديد. يعني الاتحاد الجزائري يبحث عن التعاقد مع مدرب جديد في حين أنه لم يفسخ عقد المدرب جمال بالماضي. يعني بقيت هذه الأزمة يعني صالح هو أنا. هو حتى نفهم لأن المسألة الآن أين وصلت؟ هل مازال بالماضي يطالب بمستحقاته أم يحاول التوصل إلى اتفاق مالي للمغادرة ليس بالضرورة كل المستحقات؟ وما حقيقة يعني تهديده بالتوجه إلى الفيفا يعني رفع قضية أو شكوى؟ هل هذا الأمر يعني أنا عندما نقرأ مقالك اليوم أنت تقول بأنه هنالك تلويح بالذهاب إلى الشكوى وحتى إعطاء مهلة زمنية للاتحادية؟ نعم هو بالضبط هو هذا ما حصل بعد عودة المدرب جمال بالماضي إلى قطر ومغادرته للجزائر. يعني بقي الوضع على حاله، الاتحاد الجزائري لم يقيد بالماضي وبالماضي لم يستقل، يعني بقيت القضية معلقة في هذه الحالة. ماذا فعل الاتحاد الجزائري؟ الاتحاد الجزائري يوم 4 فبراير حسب المعلومات التي لدينا والتي لدى موقع وين أرسل إشعار للمدرب جمال بالماضي يوم 4 فبراير يعني من أجل الحصول على ربه، يعني اعتبره في إشعاره. ماذا قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم المدرب بالماضي؟ قاله بأنه بسبب غيابه عن الجلسة الأخيرة التي كانت مبرمجة بين الطرفين في الجزائر من أجل توصل اتفاق نهائي حول فسخ العقد يعتبر مستقيلا من منصبه. هذا الإشعار وصل إلى بالماضي يوم 7 فبراير في العاصمة القطرية الدوحة، ورد بالماضي كان قبل يومين من الآن يعني بين 9 و10 فبراير. رد بالماضي قال بأنه بما أنكم يعني في الاتحاد الجزائري لكرة القدم تريدون يعني إنهاء خدماتي وعدم استمراري مع المنتخب الجزائري فإني سأمنحكم يعني مهلة زمنية محددة ربما بين 7 إلى 8 أيام من أجل يعني توصل اتفاق من أجل الحصول على مبلغ مالي معتبر على اعتبار أن عقده يستمر حتى ديسمبر 2026 يعني 35 شهر آخر يعني اللجوء إلى الفيفا يعني كامل ما زال هو مصر حسب المصادر التي تستند إليها على الحصول على كامل مستحقاته. نعم على كامل مستحقاته لمدة 35 شهر يعني من فبراير 2024 إلى غاية ديسمبر 2026. ومصادر إعلامية جزائرية قالت بأن راتبه الشهري هو 208,000 يورو، يعني هو يطالب بالمبلغ الإجمالي يقدر ب 7,280,000 يورو، يعني مبلغ هائل. طيب يبدو بأن الآن هنالك مهلة زمنية، ليس هنالك تعليق رسمي من طرف الاتحاد الجزائري المشغول بالبحث عن مدرب جديد. بعيدا عن بالماضي، هل تعتقد أن هذه الأزمة ستؤثر على اختيار المدرب الجديد أم أن المسألتين منفصلتين صالح؟ هما يعني حسب خبراء قانونيين تواصلنا معهم قبل يومين قالوا لنا بأن المسألتين منفصلتين، ولكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يمكنه التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الخضرة في المرحلة القادمة، ولكن في حال قيامه بهذه الخطوة يمكن للمدرب بالماضي أن يلجأ مباشرة للفيفا لأنه لا يمكن أن يقود المنتخب يعني مدربان. بالماضي سيلجأ إلى الفيفا فورا يعني إذا أراد فورا تعاقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع مدرب جديد. مدرب صحيح. جديد. صحيح. وفي الاتجاه المعاكس المدرب جمال بالماضي بما أنه لم يفسخ عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم حتى الآن لا يمكنه تدريب أي منتخب أو فريق آخر إلى غاية فسخ عقده، وفي حال ذهابه هو الآخر لتدريب نادي أو فريق أو منتخب آخر فإن الاتحاد الجزائري يمكن أن يشكوه للفيفا أيضا. وبخصوص قضية المدرب الجديد توجد يعني إذا أردتم يعني توضيحات توجد عدة أسماء يعني مرشحة لتدريب منتخب الجزائر، واللجنة المكلفة بدراسة ملفات المترشحين تلقت يعني كم هائلا تخيل تهافت غير مسبوق من المدربين الأجانب 29 سيرة ذاتية وصلت ألفاف
من أجل تدريب منتخب الجزائر. واللجنة المختصة يعني بدراسة الملفات التي يقودها الناخب الوطني السابق رابح سعدان قامت بعملية غربلة وتقليص عدد المدربين إلى 11 مدربا أجنبيا، من بينهم المدرب الفرنسي هوبرت فيدود، المدربان البرتغاليان كارلوس كيروش، ويوجد أيضا المدرب جوزي تيسيرو الذي أوصل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس إفريقيا وخسره أمام كوديفوار. ولكن المفاجأة التي حصلت اليوم يعني هذا آخر خبر يعني مدرب ترشح لتدريب المنتخب الجزائري، هو مدرب جزائري يعني محلي، هو أول مدرب يترشح لتدريب المنتخب الجزائري، وهذه المعلومة خاصة بموقع وين وين، هو المدرب نور الدين زكري المعروف لدى الشارع الكروي الرياضي الجزائري. وكان معنا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، شكرا لي بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركنش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغربي.